الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. تحية طيبة مباركة لكل من يتابع تسجيلات ومقاطع إبراهيم الهلالي ربيع قرطبة. نواصل بإذن الله عز وجل التعليق على نظم الإمام ابن عاشر عليه رحمة الله. تكلمنا في الأسبوع أو في المقطع السابق عن صفات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وذكرنا الصفات الواجبة والصفات المستحيلة والصفات الجائزة. في هذا المقطع سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الأدلة والبراهين. وهذا هو أسلوب الإمام رحمه الله، أنه يذكر المسائل ثم بعد ذلك يفرد لها مدى أدلتها وبراهينها حتى يكون هناك تصور، يقوم بالصبر والتقسيم، بمعنى المسائل تتضح في العقل تعرفها، ثم بعد ذلك ماذا تستدل لكل مسألة بدليلها. فيقول رحمه الله مبرهنا على تلك الصفات التي ذكرها: لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. أي لو أن هؤلاء الرسل لم يتصفوا بصفة الصدق، بمعنى لو كانوا كاذبين للازم من هذا تكذيب الإله تبارك وتعالى، ولا لزم من ذلك أن يكون الإله حاشاه أن يكون كاذبا وحاشاه سبحانه وتعالى. الله أرسل الرسل وأجرى على أيديهم معجزات تصديقا لهم وتحديا للمعاندين الجاهلين. الله تبارك وتعالى جعل عيسى عليه السلام مثلا يبرئ الأكمه ويحيي الموتى بإذن الله، يخرج ويحيي الموتى بإذن الله. الطب لا يقدر على أن يحيي الموتى ولا أن يبرئ بعض الأمراض التي لا ينفعها علاج إلا إذا تدخلت العناية الإلهية، وهنا تدخلت المعجزة الإلهية إفحاما وتحديا لهؤلاء المعاندين. الله تبارك وتعالى أرسل مع سيدنا موسى، والله تعالى حينما يبعث الرسل بالمعجزات إنما يبعثهم بمعجزات من جنس ما يؤمن به أتباعهم. فقد كان بنو إسرائيل في عهد سيدنا عيسى يعني معروفين بالطب، فجعل الله تبارك وتعالى من معجزات عيسى كما أسلفنا يعني إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. كذلك قوم موسى كانوا معروفين بالسحر، فجعل معه وأرسل معه العصا، تلك العصا التي صارت حية تسعى، أفحم بها ويعني تحدى بها فرعون وسحرته ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. طيب ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كذلك الله تعالى لما بعث خير الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه لقوم عرفوا بالفصاحة والخطابة والشعر، فقد كان ديوانهم كانوا فصحاء لد، فالله تبارك وتعالى بعثه بمعجزة خالدة هي القرآن الكريم. والمعجزات باختصار تنقسم إلى قسمين: معجزات مادية كما ذكرنا في سيدنا عيسى وسيدنا موسى، كذلك انشقاق القمر، كذلك إجراء الماء من بين أنامله وأصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. شهد أعود وأقول لو كان هؤلاء الرسل كاذبين للزم من ذلك ماذا وصف الله بالكذب وحاشاه، إذ معجزاتهم أي معجزات الأنبياء كقوله أي كقول الله تبارك وتعالى وبر بر، هذه جملة اعتراضية لا محل من إعراب، إذ معجزاتهم كقوله صدق، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، أي كل ما يأتي به من أخبار، أخبار الأولين وأخبار السالفين ومن سيأتي بعده وأخبار أحداث النهاية وأمم الآتية، كل هذه من الأمور الصادقة التي صدقوا فيها كصدقهم في تلك المعجزات التي دلت على أن الله تبارك وتعالى هو الذي بعثهم. إذن إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. والمتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره التي أخبر بها أصحابه فوقعت
كما نطق صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن الفتنة التي ستقع بين الصحابة، إن بينكم وبين الفتنة بابا إذا سد هذا الباب أتى الأمة ما توعد. وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه، فلما قتل عمر بدأت الفتنة، فقتل عثمان الشهيد رحمه الله بعد مقتل عمر الشهيد رحمة الله عليه، وقتل علي الشهيد رضي الله عنه، وقعت الفتنة بين الصحابة عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم حصل ماذا؟ ما يسمى بعمل جماعة، لما تنازل الحسن، وقد أخبر عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، تنازل بالخلافة لمعاوية وقال عنه إن هذا ابن سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. وكما في كثير من الأحاديث التي تنبأ بها بوحي من الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت بصداقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء كما قلنا هناك معجزات مادية عفوا كما أسلفنا، هناك معجزات معنوية كالقرآن الكريم، معجزة يعني لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن دستور الأمة، فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا لا تشبع منه العلماء، قرآن فيه إعجاز بلاغي تشريعي بياني فقهي علمي، الإنسان كلما اغترف منه لا يكاد يمل ولا يشبع منه. هذه معجزة القرآن الخالدة. إذا هذا ما يتعلق بصدق الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. طيب، الدليل على أنهم بلغوا رسالة الله تبارك وتعالى وأنهم لم يكذبوا، لو انتفت تبليغ أو قالوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، أي إذا كان هؤلاء الأنبياء قد أرسلوا من الله لكنهم لم يبلغوا للازم من هذا أن تكون المعاصي وأن يكون عكس ما دعوا إليه، بمعنى إذا أمروا بأن يدعوا إلى التوحيد فدعوا إلى نقيضه، إذا أمروا أن يدعوا إلى الطاعة والعبادة فدعوا إلى عكسها ونقيضها وضدها، إذا أمروا بأن يدعوا إلى الصدق فدعوا إلى الكذب. لو كان الأمر هكذا بمعنى لم يبلغوا لانقلب ذلك المنهي طاعة لهم، أي أمور محرمة لصارت طاعة للأنبياء، أي لصار الناس يتعبدون الله عز وجل بالشرك وبالكفر وبالكذب وبالمعاصي والذنوب. وحشر الله تبارك وتعالى لم يخون الأمة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، كما ذكر الله تعالى في سورة الأنعام. الشاهد ماذا؟ الشاهد أن الأنبياء قد بلغوا ولم يكتموا العلم، الكتمان يكون عند الخائفين ويكون عند الطامعين، فالذي يخاف من الطغاة يكتم، والذي يطمع ويجشع الجشع فيما عند الطغاة هو الذي يكتم، أما الأنبياء فحاشاهم. أما الدليل على جواز الأعراض عليهم، جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته، أي الدليل على جواز الأعراض أي أن يمرضوا وأن يقع فيهم ما يقع للناس البشر العاديين مما لا يمنعهم عن التبليغ وأداء الأمانة، الدليل على ذلك وقوعها بهم، فقد مرضوا يعني الأنبياء، منهم من قتل ومنهم وأغلبهم يعني يطرأ لهم ما يطرأ للبشر العاديين. الحبيب المصطفى كان يتعب ويمرض وكان يصاب بالحمى، وكان عليه الصلاة والسلام يعني اشتدت عليه الحمى وأخذت منه وبلغت به مبلغا شديدا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقوعها بهم تسل حكمته، فالله تبارك وتعالى حينما يجري تلك الأعراض على الأنبياء إنما الغرض من ذلك ماذا؟ أن يصبرهم حتى لا يجزعوا، حتى لا يقنطوا، حتى لا يعني لا يقع بهم القنوط واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى. بل كل يعني من الأنبياء إذا يعني علم أن الله قد ابتلى الأنبياء قبلهم وأوقع فيهم ما أوقع فيهم من ابتلاء، سيقول هؤلاء الأنبياء هذه الطريق لسنا فيها وحدنا، قد ابتلي أيوب كما قال ابن القيم في كلام جميل، وهي رسالة للجازعين بالمناسبة، أي يا مخنة العزم أين أنت؟ هذه الطريق طريق ناح فيها نوح أو ناح من أجلها نوح، ونشر بالمنشار زكريا،
وذبح السيد الحصور يحيى، وذاق أنواع الابتلاء والبلاء، بلاء أيوب عليه السلام، وعالج أنواع الفقر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنكم قوم تستعجلون. إذن هذا ما يتعلق بالأدلة والبراهين المنطقية والعقلية على تلك الأمور. قال بعدها رحمه الله، بعد أن تحدث عن صفات الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، كانت بذا علامة، أو كانت لذا علامة الإيمان، أي ما مر معنا وما شرحناه إنما هو تفسير لقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل الصفات الواجبة ونفي الصفات المستحيلة وجواز الصفات الجائزة عن الله هي واردة في قول لا إله إلا الله. كذلك ما يتعلق بالرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك ماذا تحمل كل ما ذكرنا ومر معنا من صفات واجبة جائزة مستحيلة عن الرسل عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. باختصار شديد في هذا المقطع، لا إله إلا الله هذه جملة فيها نفي لا إله إلا الله، أي نفي كل ما يستحق العبادة، وإثباته لله تبارك وتعالى، أي يعني كما قال العلماء لا معبود بحق إلا الله، إلى أحد في هذا الكون، بشر كان أو عدم أو صنم أو طاغوت أو أي شيء، لا شيء في هذا الكون يستحق أن يعبد إلا الله تبارك وتعالى المتصف بصفة الكمال والجلال سبحانه وتعالى، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا هو التفسير الشامل الجامع لمعاني العبودية. لأن بعض الناس يفسرها لا خالق إلا الله معنى صحيح لكنه ناقص، أو لا حاكم إلا الله معنى صحيح لكنه ناقص، لا، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات تعبد من دون الله لكنها باطلة، تكلم عن الذي يعبد بحق هو الله تبارك وتعالى، محمد رسول الله، أي أن محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبوع الذي ينبغي أن نسلك طريقه، كل الطرق تؤدي أو لا تؤدي إلى الجنة إلا ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والصراط المستقيم. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ وما هي شروط محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشرحها بإذن الله في المقطع المقبل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.